هنالك تعريفات كثيرة للحركة الإسلامية، ولكن أعتقد من أكثرها توفيقا هو هذا التعريف، إنها حركة تحول اجتماعي تزعى إلى كسب السلطة السياسية بغض النظر عن مدى نجاحها، مدى صدقها، مدى وفائها لأهدافها. الترابي مثلا يتحدث في كتاب التطور الكسب والمنهج عن مراحل، عن مرحلة كمون، ثم مرحلة ظهور، ثم مرحلة تمكين. غالب قادة الحركة آنذاك كانوا من القانونيين، لذلك ظنوا أنه يمكن أن تستوعب مشكلة السودان في إطار تحولات دستورية، لكن كما يقال النظرية رمادية والتجربة خضراء. التجربة أبرزت تحديات كبيرة جدا، لا سيما التحديات الموصولة بالعلاقات الدولية. أنت لست حر في هذا العالم حتى تعيد رسم خريطته، حتى لا تقيم فقط وحدة، حتى لو أردت أن تقيم سوق مشترك. فيما يتعلق باتفاقية أديس أبابا، تظن الحركة الإسلامية أن لها فضل في هذه فكرة الحكم الإقليمي، لذلك كان لهم اهتمام شديد جدا أن تنجح هذه الاتفاقية وأن يستقر الجنوب، وأن يكون هنالك سلام بين الجنوب والشمال، لا سيما أن الجنوب مهم جدا بالنسبة للحركة الإسلامية التي تعتقد أنه هو جسرها لمد الإسلام نحو إفريقيا ونحو التكامل مع المسلمين في تلك المناطق. يعني وهذا بعض النقص طبعا في الرؤية الاستراتيجية، أنه كان هنالك اهتمام جد شديد بالجانب القانوني. أما سوسيولوجيا المجتمع السوداني، مكوناته، طبيعة البيئة التي نشأ فيها المثقف السوداني، مثقفين الجنوبيين على وجه التحديد، لم تحسب جيدا. الموضوع اللي نسميه مشكلة الهوية، هذه داخل الحركة الإسلامية لم تكن مطروحة كما كانت مطروحة مثلا في الحركات اليسارية. قوانين الشريعة الإسلامية جاءت في إطار توتر شديد بين النظام النميري وبين القضاة مثلا، وبين غالب المعارضة، ولذلك الحركة الإسلامية لم تعارض تلك القوانين من هذا المنطلق أنها ستستفيد منها مستقبلا، أن النميري ماضي لا محالة، وأنها هي التي ستقود المستقبل عندئذ يكون النميري قد أنجز الهدم اللازم وأجرى الضربة اللازمة وتحمل الرد الفعل الشديد عليه. هو لم تكن ديمقراطية شكلية، هي إلى حد ما كانت تطبق كثير من المسائل المتعلقة بالديمقراطية، أولا التعددية الحزبية، ثانيا حرية التعبير، حرية التنظيم، حرية التجمع، هذا كله كان متوفر لدرجة الفوضى يعني في تجربة الديمقراطية الثالثة. وصحيح أن الحركة الإسلامية استفادت جدا من هذه الفترة، الفترة التي انبسطت فيها حريات واسعة في التعبير في التنظيم وحشدت ندوات، ويمكن أن تكون فترة المصالحة الوطنية إلى نهاية الديمقراطية الثالثة هذه من أكبر فترات الكسب التي استفادت منها الحركة الإسلامية. فالتخطيط للانقلاب كان موجود في مؤخرة الذهن. إن قواتكم المسلحة المنتشرة في طول البلاد وعرضها، ولذلك كانت لهم خلايا في القوات المسلحة، ولهم تنظيم خاص في كثير من المسائل المتصلة أصلا بالدولة ليست بالأحزاب. فهذا العمل استمر لفترة طويلة جدا، لذلك كانوا هم مهيئين، ولكن كان أملهم أن هم يتقدموا في إطار ديمقراطي ويكسبوا مزيد من الدوائر ويتيح لهم ذلك أنه يحكموا. ولكن مجرد أن صدرت مذكرة الجيش أعطت الجبهة الإسلامية المبرر الكامل، لأنه هي مذكرة الجيش بمثابة انقلاب، واحدة من مشكلات التمكين انقلابا أضر بالحركة نفسها، يعني الذين استلموا السلطة لم يشاءوا أن يغادروها عندما طلب منهم ذلك. لو كنت مقدسا لما خرج هو رئيس الجمهورية مني وانقلب علي، لأنه جينا به من الجنوب ولم يشترك في انقلاب ولا في جلسة واحدة ولا في دقائق. أنه عادة أنت تظن أنك يمكن أن تحكم عندما تنظر إلى واقع الحركة التي تقودها، ولكن عندما جاءوا إلى السلطة وجدوا أن السلطة أمر معقد، وأن الدولة المحافظة عليها قد يصبح هو الهدف الأول. لذلك التجارب التي ذكرتها، الاعتقالات المتطاولة، الإعدامات، بيوت الأشباح، هذه كلها كانت تتولاها الفئة في الحركة المختصة اللي سميته بمصادر الضبط والقوة، الأجهزة الأمنية والعسكرية.
كذلك بعض المدنيين من قادة الحركة من الشريحة القيادية يحملون نفس التفكير الأمني العسكري الذي يريد أن يقبض السلطة ويسيطر عليها، لا سيما أنه ما كان في أدب كبير وفي تربية حقيقية لقادة الحركة الإسلامية، لقادة الأجهزة الأمنية، للذين تربوا في حضن المؤسسة العسكرية السودانية، أنه إذا أخذت السلطة بالانقلاب كما يقول غرامشي عندئذ تمارس ممارسات تشبه القوة التي أخذت بها السلطة. كان هنالك تقدير أنه إذا أنت انفردت بالسلطة عندئذ تتمكن من تنفيذ أغلب برنامجك، ولكن اتضح أنه الانفراد بالسلطة وسيؤدي إلى تفجر المشاكل الداخلية. الترابي كان يقول من أفضل أن تبسط التعددية، أن تسمح للشياطين من الخارج أن يأتوا ويعملوا عملهم بدلا من أن يخرج الشيطان من بينكم ويفرق بينكم. يعني هذا كان أول الخلاف. والأمر الثاني الذي كان يجد كذلك تحفظ كبير من قادة الحركة خاصة العسكريين الذين في السلطة هو الحكم الاتحادي، أن يبسط سلطة حقيقية للولاة ولشعب الأقاليم، كان هذا فيه إشكال كبير جدا. الأمر الثالث كان متعلق بالعلاقة مع الجنوب التي تحدثنا عنها طويلا في البداية، أنه هنالك اتفاقية الخرطوم للسلام، هذه الاتفاقية تعرضت لخروقات والإساءة من كبار القائمين على السلطة. الحركة الإسلامية قامت بين أتراب، كانت أشبه بالتنظيم المدني المعاصر، لكن عندما جاءت الإنقاذ برزت المكونات الأولية للمجتمع قبل السياسي، برزت الجهوية والقبلية والمناطقية، وأصبح كل إنسان إذا أراد أن يعرف موقعه وموقفه من أي إطار ينظر إلى وجوده الإقليمي المحلي العرقي القبلي. هذا الأمر بدأ قبل المفاصلة، ولكن عندما جاءت المفاصلة أكدت هذا الأمر، وكان بداها أنه تخرج شريحة من الحركة الإسلامية لا تؤمن بالعمل المدني. حركة العدل والمساواة غالب قادتها كانوا من قادة الحركة الإسلامية، وكانوا عاملين في الحركة الإسلامية، وغالب عضويتها كانوا من عضوية الحركة الإسلامية، ولكنها نمت مستقلة، خرجت ثم نمت مستقلة وتبنت أفكار كثيرة جدا لم تكن هي الأفكار المعروفة داخل أطر الحركة الإسلامية. هي نتيجة ظروف معقدة مختلفة، أهمها كما ذكرت هو عدم الاعتراف بالتعدد، عدم بسط الحريات، كذلك الإغفال والخلل الكبير فيما يتعلق بالتنمية المتوازنة. مثلا خليل إبراهيم عندما كان داخل الحركة الإسلامية تولى إلى فترة محدودة مسألة الفقر في السودان، وهو نفسه كحاكم ومحافظ ووزير طاف كثير من ولايات السودان، وانتهى إلى هذه النتيجة أنه في مركز مسيطري وأن هنالك أطراف مظلومة، فالمشكلة في الخرطوم. أنا عندي مقولة معروفة، أنا قلت أنه تيار الإسلام السياسي الذي يحوي هذه الحركات جميعها ويمتد قد يمتد حتى من الغنوشي إلى البغدادي، هذا التيار استنفذ أغراضه، لا بد من بروز أفكار جديدة ورؤى جديدة متعلقة بطبيعة هذه الحركات، لأنه اتضح أن هذه الحركات لا تستطيع أطر الدولة الحديثة أن تستوعبها.